مشواري لم يبدأ مع القراءة، بل كنت أحب كتابة الخواطر والمقالات بالإضافة إلى الشعر. أول مرة حصدت فيها المركز الأول كانت عندما كتبت مقالاً باللغة الإنجليزية، وحينها كنت فخورة جداً بهذا الإنجاز. التحديات في حياتي لا تنتهي، فبعد جائزة المقال أصبح لدي تحدياً جديداً وفضولاً لأعرف أكثر عن تحدي القراءة العربي. أريد أن أعمل في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان وقضاياه كمهنة القاضي والمحامي، وأن أكون سفيرة لبلدي في الدول المجاورة. من بلد النشامى جئتكم، هذه أنا شيماء، وسأكون بطلة هذا العام في تحدي القراءة العربية.